أولى محطاتنا لليوم ملهمة بامتياز، وفيها نتكلم عن شابة أبدعت وتميزت في علوم التكنولوجيا والرياضيات، تعلمت 5 لغات عالمية وطبعا تسعى لتحقيق حلم والدها رحمه الله اللي كان يشوف فيها شابة مميزة في عدد من المجالات. منار الدخيل صغيرة لم تتجاوز 16 سنة سبقت قريناتها واستثمرت دعم والدتها، وما عاد لها رهان في الحياة إلا العلم. قصة المبدعة منار مع الزميل ماجد الأصقيري. What is your name? My name is Manar. It's nice to meet you. بحثت عن التميز وسعت عشان تكون مبدعة، ووجدت دعم والدتها وأسرتها، فنجحت في أنها تصنع الريبورت وتتعلم 5 لغات وتلتحق انتسابا بجامعة هارفارد بأمريكا. كل هذا وعمرها ما تجاوز 16 سنة. باختصار هذه هي منار الدخيل، صانعة التفوق. وأنا صغيرة كنت فتاة مدللة، يعني حتى مستواي في دراسي ما كان جيد. بعدين صارت حدث وفاة والدي، وكان يعني كان ماما يعني جاهدت كثير، تعبت كثير علشاننا. فوقتها حسيت إنه الردي لازم أسوي شيء أقدم لها يا يعني. منار فقدت والدها قبل 7 سنوات، وصممت إنها تقدم التميز هدية لوالدها اللي كان دائما يقول لها شغفك وطموحك راح يكون هو سر نجاحك. بدأت أدخل في عالم البرمجة والحاسب، اخترت هدف، صار عندي هدف إني أبغى أصير سفيرة يوم من الأيام. بدأت أبحث عن المهارات اللي أحتاجها عشان إنه أوصل لهدفي يوم من الأيام. بعدين بدأت يعني بعدها من اللغات شيء مهم، وبدأت في المهارات، تنوع مهارات شيء مفيد. عاملة حائط اسمه حائط السعادة، كل شيء تعمله وتحس انه جابت فيه شيء حلو تقوم تعلقه هنا على الحائط. صغيرة في العمر ولكنها كبيرة في الإلهام، تشارك والدتها وأختها لانا تفاصيل يومها، واختارت حائط في منزلها وسمته حائط السعادة عشان يكون هو المكان لكل شهادة تميز تحصل عليها. منار قبل وفاة والدها مي منار اللي احنا نعرفها بعد الوفاة. سبحان الله، الألم هنا حولته لنجاح مختلف تماما. أي أمر تدخل لازم تجيب الأولى، أي برنامج تدخل لازم تجيب الأولى، أي يعني هي محفزة كل صديقاتها المدرسة كلها. أنت من يوم ندخل مع الباب معلمات وصديقات كلهم يعرفوها، هي طاقة بالنسبة لهم، وأي شيء تحدي تحب تدخله تنجح فيه. منار الدخيل أيقونة إبداع سعودية، حاضرها قوة ومستقبلها رسمته بريشة العزيمة والإصرار. اليوم منار الدخيل ريبورت لغات رياضيات. منار، أنا متفائل إني راح أشوفك في منصب كبير.